صباح الفل يا فاروق. طبعا صباح الفل عليك زميلي العزيز احمد اسامه، كل التحيه ليك وكل التحيه لمحمد فارس وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واسمحوا لي يا احمد، اسمح لي يا فارس، قبل ما نتكلم على اشراق شمس يوم جديد في تاريخ النادي الاهلي، خليني اتكلم على اشراق شمس يوم جديد في مصر الجديده، واتوجه بالتحيه والتهنئه للدوله المصريه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح طريق الكباش وعوده الشمس من جديد لتسطع في مدينه الشمس محافظه او مدينه الاقصر. يا فاروق، يعني كلنا كنا سعداء بالامس وكان شيء عظيم جدا يدعو بالفخر، ولكن حابين يا فاروق تنقل لنا الاحداث، يمكن سلا سبقتك ببعض الاخبار، طمنا كده على الاجراءات الاحترازيه، ولو انا عضو جمعيه عموميه وداخل من احد بوابات النادي ازاي اعرف اصل للجنتي يا فاروق؟ خليني اتكلم يا احمد، اتكلم يا فارس على التنظيم النادي الاهلي، وهو يوم من الايام التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي، يعني منذ الساعات الاولى توافد المشرف اللجنه القضائيه والجهه الاداريه لاستلام اللجان، وبدا يعني ما منذ دقائق دخول اعضاء النادي الاهلي لادلاء باصواتهم وانتخاب مجلس اداره جديد للنادي الاهلي. تقدر تقول النهارده في عندنا موجود 156 لجنه للانتخاب، طبعا مقسمين. يا اسامه انت بتسال طبعا على وانا داخل اعرف ازاي اللجنه الانتخابيه بتاعتي، طبعا في مجهز اكثر من 3 لجان للاستعلامات لمعرفه اللجان، لكن تقدر انت تعرف اللجنه الانتخابيه بتاعتك من خلال الكارنيه. طبعا الكارنيه فيه الرقم، موجود رقم في كارنيه النادي الاهلي مقسم لثلاثه اجزاء، الجزء الاول من جهه اليمين هو رقم اللجان، يعني تقدر تقول لو اول رقم 50 اذا اللجنه 50، لو اول رقم هو 73 تبقى اللجنه رقم 73، لو رقم 100 تبقى اللجنه رقم 100. طبعا ده مقسم في بعدد اللجان الموجوده في النادي الاهلي 156 لجنه. طبعا اللي انطلق او بدا الادلاء بالاصوات اللي يعني من الساعه 9 هيستمر حتى الساعه 7، ويحق لرئيس اللجنه القضائيه مد دلوقتي لمدة ساعتين إذا وجد إن في إقبال مكثف من الأعضاء. أقدر أكلمك أيضا على الدور اللي بتقوم به الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي لتيسير الأمور على أعضاء النادي الأهلي. طبعا بنتكلم على يوم تاريخي من الأيام التاريخية للنادي الأهلي، وبنحث كل أعضاء النادي الأهلي على النزول لهذا اليوم، لكن نقدر نقول الدور الكبير اللي بتقوم به الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي ممثلة في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بتخصيص 4 أماكن لانتظار السيارات، وهي اللي تم يعني الموافقة عليها والتعاقد عليها خلال الأيام الماضية، تخصيص يعني الباركينج الخاص بالمحافظة بالجبلاية وأيضا نادي المعلمين وأيضا جراج عمر مكرم وأيضا التحرير، 4 أماكن تم تخصيصهم من الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي لانتظار السيارات. ايضا يعني وجود اكثر من 90 ل 100 اتوبيس لنقل اعضاء النادي الاهلي من فروع النادي الاهلي المختلفه، سواء من مدينه نصر او من الشيخ زايد، تقدر تقول خلال ربع ساعه او 30 او 20 دقيقه بيبدا تحرك الاتوبيسات، ودور كبير جدا بيقوم فيه المسؤولين النادي الاهلي سواء في فرع مدينه نصر او في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. اقدر اكلمك ايضا على يعني ازاي يبقى يكون صوتك صحيح. طبعا 2 على منصب الرئاسة، انت بتختار واحد من الاثنين، وعلى منصب نائب الرئيس مرشح واحد، بيتم الاختيار اما بالموافقة او اما غير موافق. عندنا 10 اعضاء على منصب فوق الاعضاء العضوية فوق السن، العشر اعضاء بيتم اختيار 7 اعضاء فقط، ثم عندنا 5 اعضاء تحت السن بيتم اختيار عضوين فقط منهم. من الامور المهمة جدا ومن الصدف السعيدة يا اسامة انت فارس، ان النهاردة يعني ومع اشراق يوم 27 نوفمبر هيتم اختيار او انتخاب الرئيس رقم 19 للنادي الاهلي، ويعني بنربط يوم 27 نوفمبر مع يوم مع رقم 19، هيكون الرئيس رقم 19 لتاريخ النادي الاهلي. تاريخ مهم جدا يا زي ما انت عارف، التاريخ اللي ابتدى من ميشيل انس مرورا يعني عظام في تاريخ النادي الاهلي، عزيز عزت باشا، عبد الخالق ثروت باشا، جعفر والي باشا، احمد فؤاد انور، وايضا عبود باشا، صلاح الدين الدسوقي، عبد المحسن كامل مرتجي، وابراهيم الوكيل، والكابتن صالح سليم، عبده صالح الوحش، كابتن حسن حمدي، مهندس محمود طاهر، واخيرا وليس اخيرا القيمه والقامه والاسطوره الكابتن محمود الخطيب.